الله يسلمك شيخي، بس أبي معه الربو وبيستعمل بخاخ الربو. نعم. بيفطر ولا ما بيفطر؟ هلا المجمع الفقهي اجتهاده الجديد انه ما بيفطر، ائمتنا بيقولوا بيفطر، هو له ان يختار احد القولين. يعني انا رايي انه اذا كان استعملها مره ولا مرتين يقضي يومين محله. هلا اذا شغله دائمه معه ما عم يقدر يستغني عنه، في قلد المجمع الفقهي.